بتاع حضرتك، حضرتك دفعت اي فلوس ولا بتفتح المنتج الاول وتعينه؟ لا، بنفتح المنتج الاول ونعينه. اتفضل افتح المنتج بتاعك. ده ايه؟ ده ضمان بتاع اوكازيون. على حاجة لما بتلاقي العميل فاهم وعارف هو طالب ايه. دي من ضمن الريفيوهات اللي عجبتني بصراحة، عجبني جدا طريقة استلام العميل وان هو عارف كل قطعة وعارف هيعمل ايه وعارف هيجرب ازاي. خلينا نكمل ونشوف. والستيكر ده مكتوب عليه تم التجربة. دي الورقة بتاعته. جرب حاجة من اوكازيون وان شاء الله تكون كويسة. ده الستيك، ده الشاحن الوايرلس. لما الكونكت ليه على تليفونك كده؟ مهم جدا. جربها في مكالمة، نور الساعة كده، بين عليها الاتصال. انت عامل الاتصال من خلال التليفون. كده قفلت. طيب انت ما كنتش متفاعل المكالمات. هنا لو خدت بالكم هو عمل اتصال بلوتوث على الاوديو، عمل على حاجه تانية تبع البرنامج غير ما ينزل البرنامج. هو عايز يجرب سريعا كده المكالمه، فالمكالمه بتبقى حاجه اسمها واتش اوديو. فهو فضل يجرب على تليفونه ومعرفش، وبعد كده راح جايب تليفون تاني وجرب. عجبني الاصرار ان هو عايز يجرب المكالمه وفعلا اختار صح، اللي هي واتش اوديو. ده خلينا نركز في الفيديو بتاع طريقه التشغيل وربط الساعه بالموبايل. الفيديوهات اللي احنا بنعملها وبنتعب فيها جدا نعرفك طريقه التشغيل. نعمل بقى افتح منها. روح بقى انت سمعنا اخر الشارع. الو، سامعني كويس؟ سامعني كويس؟ تمام. طبعا انت عارف بقى النشاط الرياضي وبقيه الخصائص بتاعتها. تمام تمام. انضمامك لوكازيو في ايه؟ استفسار لحضرتك حابب تضيفه على المنتج وعلى التصميم؟ شكرا جدا. تجربتها صح؟ قول بقى عايز تقول ايه؟ تسال ايه؟ المفروض تبقى اللزقه بتاعتها تبقى مقفوله بيها ولا عشان التجربه؟ اكيد عشان خاطر ان هو يفتح المنتج ويعمل شيك اب عليه. تمام، شكرا جدا لحضرتك. بجد بنتبسط جدا لما بيوصل لنا ريفيوهات سواء على الواتساب او الفيسبوك او فيديوهات متصوره مع تجربه مع المندوب. انت هتجرب قبل ما تستلم، لما تشتري من موقع اوكازيون، ودي اهم ميزه انت بتشتري بيها من خلال موقع وتطبيق اوكازيون.com.